عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسة الكتاب المقدس. بنواصل دراستنا لرسالة العبرانيين والأصحاح 11 بصفة خاصة. وقبل ما نبتدي حلقتنا اسمح لي أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخ مدحت حلمي أهلا بيك، أخ فايز فؤاد أهلا بيك، أخ يوسف رياض أهلا بيك. أذكر عزيزي المشاهد الحلقة الماضية كنا بدينا في الأصحاح المميز الرائع أصحاح الإيمان عبرانيين 11، وتكلمنا عن الإيمان في الأعداد الأولى منه كنتيجة. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الثقة. ثم تكلمنا عن سمات الإيمان في الناس الأبطال الإيمان اللي عاشوا في العالم القديم. في حلقتنا بنعمة ربنا حنقف عند واحد يسمى أبو المؤمنين، وبالتالي حلو أن حنقف عنده حلقة بحلها بأكملها، هنتكلم فيها بنعمة ربنا في الأجزاء اللي جاية مع بعض. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت، إذ حسبت الذي وعد صادق. لذلك ولد أيضا من واحد، وذلك من ممات، مثل نجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. أخ فايز، نبتدي في الكلام عن أبونا إبراهيم أبو المؤمنين في الأعداد من 8-12. الحقيقة الأعداد دي بتتكلم عن إن فكرة مرتبطة بالإيمان، إن بالإيمان المؤمن يتطلع إلى عالم آخر وإلى وطن أفضل، ولأنه عينيه بتبقى مليانة بمناظر العالم الآخر ومناظر سماوية، فيقبل إن هو يعيش غريب ونزيل في هذا العالم. والنموذج لهذا الأمر عائلة إبراهيم، ففي الأعداد دي بيتكلم عن إبراهيم وعن إسحاق وعن يعقوب وعن يوسف لغاية عدد 22، وطبعا بالإضافة إلى سارة. فبيتكلم عن ان ابراهيم بالايمان اطاع وبالايمان تغرب وبالايمان تجرب في الجزء الاخير من عدد 20-22. اول حاجة بيتكلم ان بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع، يعني الرب كان هو ساكن في ما بين النهرين والرب دعاه، زي ما قال لنا استفانوس في اعمال 7، ظهر اله المجد لابونا ابراهيم وهو في ما بين النهرين قبلما سكن في حران، وقال له تعالى فطلع. طب انت رايح فين وهتروح هتمتلك ايه وهتعمل ايه؟ الايمان ما يعني بيطيع الله، هو قبل انه يروح في تمام الثقه للرب. ولما وصل الى ارض كنعان ما لقاش ارض يمتلكها، وهو عاش طول عمره في ارض كنعان لم يمتلك الا قبر، طول حياته في ارض كنعان لم يمتلك اي شيء. يمكن لوط مثلا امتلك اجزاء في سدوم، لكن ابراهيم لم يمتلك اي شيء. يمكن حد يقول اصل ما كانش عنده اولاد، فما كانش ليه نفس ان هو يمتلك اي حاجه، ساكن في خيمه. لا، هو مع مجيء الابن الوارث اسحاق، وبعدين ابراهيم عاش لغايه ما شاف يعقوب كمان، يعقوب عاصر ابراهيم لمده 15 سنه، فمع وجود الابناء واولاد الابناء كمان، لكن هو طول حياته كان مرتبط بالخيمه والمذبح، ينصب خيمه ويبني مذبح، بالخيمه يعلن انه غريب لا يمتلك وطأة قدم في هذا العالم، مش عايز من العالم حاجه، وبالمذبح يعلن ان كل ارتباطاته بالسماء وكل يعني اماله متعلقه بالسماء. وفي تعبير بيعجبني الحقيقه، تغرب في ارض الموعد كانها غريبه، يعني هو الغريب ولا هي اللي غريبه؟ هو غريب عنها وهي غريبة عنه، يعني كانوا بيقول لها انت مالكيش دعوه بيا وانا مش عايز منك حاجه، ولا انت ليكي عندي حاجه. فبالايمان اطاع وبالايمان تغرب. وبعدين ياتي ذكر السيده الفاضله ساره، اللي في بدايه
الأمر ما كانتش مصدقة إن بعد ما يبقى عندها أكتر من 90 سنة هل يمكن إن واحدة ست فوق 90 سنة ممكن تحبل وتلد. هو الأول ما كانتش مصدقة المنظر بتاع تكوين 18، لكن بعد كده صدقت وتأكدت ولم تعتبر مماتية مستودعها ولا مماتية مستودع إبراهيم، وبالإيمان أخذت قدرة على إنشاء نسل وبعد وقت السن ولدت، لأنها ببساطة شديدة صدقت إن اللي وعدها يقدر ينفذ اللي وعد به. بيلفت النظر في عدد 9 لما بيقول بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنة في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينيه. عجيبة إن الثلاث أجيال وارثين معه. الشيء الطبيعي إن الواحد بيمتلك وبعدين لما بموت بورث ابني، لما هو يموت يورث حفيدي، لكن دول ما خدوش الأرض من بعضهم لكن أخذوها بوعد من الله، فهم ورثوها معا لأنهم واخدينها من الله ليس لكي يمتلكوها في زمانهم، بل وعد، مجرد وعد لم يمتلكوا فيها زي ما بيقول استفانوس ولا وطئة قدم، لكن بالإيمان عرف إنها ستعطى لنسله لأن الله قال ذلك، والله عندما يقول يبقى الموضوع منتهي. مهما حدث طالما قال الله، عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله، عدم أمانة النسل لا يبطل أمانة الله، فالله صادق وكل إنسان كاذب. برضو أعلق على تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. أيوة بس دي أرض الموعد، يعني دي الأرض اللي كان وعدوا بيها الله واللي قال له تعالى اسكن فيها. طب إزاي يتغرب كأنها غريبة؟ لأنه كان في حاجة أفضل. هو كان بينظر للمدينة التي لها الأساسات، كان عنده يعني طموح أفضل بكتير قوي من مجرد أرض. والحقيقة دي النهاردة في حياة كل مؤمن، الرب لما بيدعو المؤمن أنه يتبعه فعلا بيستمتع بأمور عظيمة جدا وبيعيش أسمى وأحلى حياة، لكن وهو عايش أسمى وأحلى حياة هو شاعر أنه غريب في هذه الأرض، مش مستمتع بالأرض وعايز يعيش هنا في الأرض على طول، فيها ألام لكن مسنود، شاعر بضيقات لكن دايما مرفوع وبيرنم، بس هو برضو شاعر ان مش ده مكانه، مش دي ارضه، لكن يقول مع الرسول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. افضل جدا، صحيح انا عايش هنا في حاله كويسه لكن انا بأطمح للافضل جدا. وعشان كده ابراهيم كان في ارض جميله جدا، ارض فعلا رائعه تفيض عسلا ولبنا، لكن مش هي دي اللي هتاخد قلبي، انا قلبي في مكان تاني، في المدينه التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله. انا بقف عند تعبير جميل لما بيقول ان هو خرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. بضيف انا من مخي كده، بس وهو يعلم مع من يذهب. صحيح، واعتقد ده اللي اداله القوه للخروج، لان الايمان مش حركه، يعني حركه قفزه في الظلام زي ما بيسموها، لكن الايمان سير مع شخص معلوم وموثوق في تمام الثقه. انا اثق في هذا الاله اللي انا ماشي معه. هو الجزء ده بيتكلم عن الثقة في الرب بالرغم من حاجتين، بالرغم من الروابط الطبيعية اللي ظهرت لما قال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، الروابط الطبيعية بتكلب شوية، لكن هو ثقته في الرب خلته يطلع ويروح وراه. والإيمان يفضل يثق بالرب بالرغم من المستحيلات الطبيعية، يعني مين يصدق إن واحدة ست بلغة رسالة روميا انقطع أن يكون لها عادة كالنساء، وخلاص هي يعني تأكدت ما ينفعش، والرب قال لها استني شوية كمان لما تتأكدي ان كمان ابراهيم ما ينفعش يجيب اولاد، لا هي تنفع ولا هو ينفع. لكن بالرغم من كده، هي بالرغم ان عدم التصديق في الاول لكن الايمان لمع بعد كده، ففضلت واثقة في الرب انه يتمم اللي وعد بيه بالرغم من المستحيلات الطبيعية. الايه اللي حضرتك اشرت اليها عصام اللي هي خرج وهو لا يعلم، فكرتني بتقسيمة لحياة ابراهيم من سفر التكوين من أصح 11 لغاية أصح 14، خرج وهو لا يعلم أين، ومن أصح 15 لغاية 22 آمن وهو لا يعلم كيف. آمن إبرام بالرب في أصح 15 عدد 6، نسلك هيكون كتراب الأرض. إزاي أنا عقيم لغاية دلوقتي، أنا بقيت عندي 75 سنة وأنا ما خلفتش، والرب استنى عملية كمان لغاية لما بقيت 90 سنة، لغاية لما بقيت 100 سنة، تو ماتش مش كده؟ لكنه آمن. في أصحاح 22 الجزء الأخراني من حياته نفذ وهو لا يعلم لماذا. خد ابنك وحيدك
أصعده محرقة. قدم الذي قبل المواعيد قدم وحيده الذي قيل له بإسحاق يدعى لك نسلا. يعني لو هو بيناقش الله بس هو تعود ما يناقش الله، لو بيناقش الله يقول طب ازاي يا رب، طب ما انت قلت لي بإسحاق يدعى لك نسلا وانا صدقتك، تقول لي دلوقتي اذبحه. لكن هو ما ناقش، قال لك انا هذبحه زي ما ربنا قال لي، وربنا هيلم الرفات بتاعته بعد ما احرقه ويطلعه تاني إسحاق من جديد. يا على الإيمان، يا على روعة. فعلا ليه حق الرسول هنا أنه يقف عند حياة إبراهيم وقفة طويلة، لأنه فعلا هو أبو المؤمنين. يعني الأسئلة أين وكيف ولماذا ولماذا كانت إجابتها عند إبراهيم دايما، لأن الله قال بالضبط، وهذا يكفي بالضبط. وهو ده الإيمان، الإيمان الله قال وأنا صدقت الله لأنه قال، مش بعقلي بس، لكن عندما يطلب مني شيء لكي أبرهن على أني صدقت. لأنه ممكن أقول لك أنا مصدق، طبعا مصدق ربنا، بس أقدم ابنك لا، طب أخرج من أرضك لا. لكن هو كان بيقول حاضر لأنه ده الإيمان. أنا عايز أقول كمان أن ممكن نقول في الجزء دوت أن إحنا بنشوف فيه تكلفة الإيمان. الإيمان ليه تكلفة، تبعية الرب ليها تكلفة. ولما يقول له أخرج من بيتك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، دي مش حاجة سهلة. ولما الرب بيقول ادخلوا من الباب الضيق وسيروا في الطريق الكرب، دي مش حاجة سهلة. بس مكافأة الإيمان مكافأة عظيمة جدا. مكافأة الإيمان إنه زي ما سمعنا مش راح في مكان غريب وهو لوحده، لكن صار مع الله. ما كانش عارف هو رايح فين، لكن كان عارف مين اللي ماشي معاه. مكافأة الإيمان إنه حلاقي اللي ما توقعوش. لما سارة أخذت قدرة على إنشاء نسل، كانت حاجة مكافأة عظيمة جدا للإيمان. هيبقى في الطريق مصاعب، في ألام، والرب ما قالش غير كده، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. المؤمن اللي بيتبع الرب في تكلفة، في ضيقات، في ألام، لكن في مكافأة للإيمان. مكافأة النهاردة، مكافأة في هذا العالم، لأنه ترك من أجل الرب. ليس أحد ترك أبا أو أما أو بيوتا أو إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا العالم والحياة الأبدية في الدهر الآتي. فإبراهيم بيكلمنا عن تكلفة الإيمان، مش سهل أن نتبع الرب، لكن مكافأة الإيمان أعظم بما لا يقاس من كل اللي سبته. العائلة دي اللي بتبتدي بإبراهيم في الحياة عائلة مميزة لسببين. أولا لأنه هو ومراته في سحابة الشهود، في الأبطال بتوع الإيمان، إبراهيم وسارة. إبراهيم قرينا عنه في عدد 8، وسارة نقرأ عنها في عدد 11. لكن مش بس كده، إبراهيم يسمى في رومية 4 أبو المؤمنين، سارة تسمى في بطرس الأولى 3 أم المؤمنات، حاجة تاني. لا مش بس كده، ده إبراهيم وبعدين إسحاق وبعدين يعقوب وبعدين يوسف، الأربعة 4 أجيال متتالية في سحابة الشهود. يعني مش مجرد مؤمنين، يعني الواحد لما بيشوف واحد مؤمن وابنه مؤمن بينبسط، حفيده كمان وابن حفيده، لا دول مش مؤمنين، دول أبطال في الإيمان الأربعة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ومرات إبراهيم، ومش مؤمنين عاديين، لكن إبراهيم زي ما قلنا أبو المؤمنين وصار أم كل المؤمنات. كمان إبراهيم مش يتقال عنه بس إن هو أبو المؤمنين، لكن 3 مرات يتقال عنه إنه خليل الله. العدد 11 قبل ما نمشي من هنا، بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة. يعني عايز أأكد على كلام الأخ فايز قالها أكتر من مرة، أنا الأول ما صدقتش بس بعد كده صدقت. يعني ربما واحد النهاردة مش قادر يعيش حياة الإيمان، لكن الباب مفتوح قدامه دلوقتي أنه يصدق هذا الإله الحي فيصبح بطلا في الإيمان. يعني الماضي ما ينفيش أنه ممكن بكرة يخليك بطل في الإيمان. اللي عايز أقوله كمان أخ عصام، إنها مش بس ما صدقتش في الموقف ده، ما صدقتش، ولما الرب قال لها انت بتقولي، قالت لا انا ما قلتش، يعني كذبت، وكانت موقف ضعيف جدا. لكن لما تيجي تذكر، لما يجي يذكر اسمها في سحابة الشهود، لا تذكر عيوبها ولا تذكر سقطاتها. والكلام ده هنشوفه في كل ابطال الايمان. لو رجعنا حياتهم في اللي جات في الكتاب المقدس، هنلاقي ليهم ضعفات وسقطات ويمكن خطايا واضحه جدا، لكن الرب في نعمته، في محبته، عينيه جميله، عينيه بتشوف المؤمن في أروع حالاته، في أحلى حالاته، يقول له كل جميل يا حبيبتي، كل جميل بلا عيبة
طب والعيوب؟ لا، العيوب اتسطرت والعيوب اتغطت، والإيمان بمواعيد الرب والإيمان بالرب يستر كل عيوب المؤمن. إبراهيم أبو المؤمنين. يعتبر إبراهيم شاهداً أساسياً للإيمان الذي يتمسك بمقاصد الله، ولقد قاده هذا إلى أن يتطلع إلى عالم آخر وأن يسير كغريب في هذا العالم. لقد دعي أن يخرج من موطنه الذي عاش فيه ليذهب إلى مكان آخر سيرثه فيما بعد. وإذا كان الله يدعو إنساناً خارج هذا العالم الحاضر، فذلك لأنه يريد أن يأتي به إلى عالم أفضل. ومن المفيد أن نتذكر ما قاله استفانوس في خطابه أمام المجمع اليهودي: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. وفضلاً عن ذلك، فإننا في إبراهيم نرى أيضاً مثالاً واضحاً لاستجابة وتجاوب الإيمان، فإننا نقرأ أنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. أن تخرج من وطنك ولا تعلم إلى أين تذهب أمر يراه الإنسان الطبيعي متنافياً مع العقل والمنطق، ومع ذلك فإنه محك مناسب لإبراز الإيمان. لقد كان كافياً لإيمان إبراهيم أن يدعوه الله، ويكفي أن الله كان يعلم إلى أين سيقوده. إننا نطلب في بعض الأوقات أن نرى مسبقاً نتيجة خطوة الطاعة التي نشتاق أن نتخذها بحسب كلمة الله، عندئذ نتردد في اتخاذ الخطوة. إن الحيطة التي فينا كبشر تجعلنا نزن النتائج بكل عناية، أما الأمور الإلهية فتتطلب الإيمان الذي يترك نتيجة الطاعة هذه مع الله. أخيراً نقول إنه عندما شكى أبرام لله أنه ليس له ولد يرثه، أكد له الله وعده بالنسل منه، وسيكون النسل كنجوم السماء في كثرتها. فآمن بالرب فحسبه له براً. وهذه هي أول مرة يذكر فيها الإيمان في الكتاب، لذلك دعي إبراهيم أبا المؤمنين. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماوي. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلهه، لأنه أعد لهم مدينة. أخي يوسف، خطوة لقدام الأعداد 13-16، تدينا فكرة عن مضمونها. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون. القوة هنا في أنهم استمروا حتى النهاية، بدأوا الرحلة بالإيمان، عاشوا بالإيمان، وفي الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. طبعا الكلام ده يهم العبرانيين اللي كان المشكلة عندهم انتوا طلعتوا من اليهودية ما خدتوش حاجة. يقول لهم مش احنا بس اللي ما خدناش حاجة، ده أبو المؤمنين أبوكم كلكم اللي انتوا بتفتخروا بيه بتقولوا لنا إبراهيم أبا، برضو لغاية آخر حياته لما مات لم ينل المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. رائع إنهم عاشوا غرباء، وهنا بيقول وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. أفتكر التعبير ده اتقال بالنص عن إبراهيم في تكوين 23
لما جاء يدفن ميته سارة وطلب ملك أرض ملك قبر من بني حث وقالوا له في أفضل قبور ادفن ميتك، ده أنت رئيس من الله بيننا، هو يقول لا أنا غريب ونزيل بينكم. فكل الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاشوا غربة ونزلة. داود كمان في مزمور 39 بيقول لنا نفس الكلام لما يقول كده في مزمور 39: لأني غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي، مش بس أنا ده وأبائي كمان، أنا غريب ونزيل. رغم أنهم كانوا من شعب أرضي موعودين بالأرض، لكنهم كل المؤمنين كانوا عارفين أنه هنا في رحلة قصيرة لكن ينتظرهم المجد الأسنى. هنا بيكلمنا أنهم كانوا ينتظروا المدينة، كانوا يطلبون وطنا أفضل. فإن الذين يقولون مثل هذه يظهرون، يعني يظهرون بسلوكهم العملي، مش مجرد كلام قالوا إبراهيم وبعدين قالوا داود، لا يظهرون بحياتهم فعلا أنهم يطلبوا. كلمة يطلبون وطنا يعني هذا هو شغلهم الشاغل، بتفكرنا بكلوسي 3: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، انشغلوا اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. يطلبون وطنا أفضل، يعني ناس شغلهم الشاغل السماء. رائع رائع الإيمان اللي مع إن ما كانش عندهم النور اللي عندنا. فين الآيات اللي عند إبراهيم مثلا أو عند حتى داود بتتكلم عن السماء؟ لكنهم مع ذلك عاشوا يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع. ما أسهل أنهم يرجعوا، لكنهم لم يرجعوا. وأعتقد الكلام ده مهم قوي للعبرانيين اللي كان ابتدأهم بعضهم يرجع. فهنا بيقول الآباء لم يرجعوا رغم أن حياتهم لم تكن سهلة، كان فيها صعوبات كان فيها تحديات، لكنهم لم يرجعوا رغم أنهم كانوا يعرفوا الطريق. فاكرين احنا إبراهيم لما وصف للعبد تروح لأهلي والعشرتي والبيت أبي، ووصف له السكة وراح، عارفين السكة مش تايهين عنها، لكنهم قالوا لا نرجع، رفضوا الرجوع. ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا. في الحقيقة بالنسبة لينا كمسيحيين احنا ملناش دعوة بالأرض، احنا المسيح قال مرتين ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. الرسول بولس في فيليب 3 قال سيرتنا هي في السماوات، احنا مش بتوع الأرض. اللي كانوا ليهم الأرض كانوا يطلبون وطنا أفضل أي سماويا، فكم بالحري بالنسبة لنا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. أنا أحب أوضح كلمة غرباء ونزلاء. الشخص الغريب مش من هنا بس عايش هنا، لكن لو هيقعد يوطن هنا يقعد سنين طويلة مش نزيل، هو غريب لكنه ليس نزيلا. لكن فلو اشترى بيت هنا وبنى وأرض وكده وعمر وسكن فهو غريب لكنه ليس نزيلا. إنما النزيل هو الشخص اللي مش من هنا ويدوبك ليلتين أو يعني ليلة ومروح. فكل المؤمنين عليهم أن يعتبروا أنفسهم لهم مش من هنا ومش مش مطولين هنا. عشان كده الرسول بطرس بيقول لنا في رسالته الأولى: أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. يعني أنتم مش من هنا ومش مطولين هنا، هي دوبك ليلتين ومروحين وطننا. عايز أقول يعني تعليقا على كلام حضرتك أنه بالنسبة اللي عندنا بالنسبة للي عندهم، اللي عندهم كان بسيط جدا، كانت مواعيد بسيطة جدا، من بعيد نظروها، بس من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها. لما شافوا المواعيد اللي كانت أبسط ما يكون، الأبدية بالنسبة لمؤمني العهد القديم كانت مبهمة، كانت غامضة جدا لدرجة أن الهوية هي شاول، يعني سؤال، يعني أنا مش عارف بالضبط إيه هويتها. أنا عندي وعد من الله أني هكون معاه وأني عندي وطن سماوي، لكن الرب يسوع في العهد الجديد أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. أبسط مؤمن يجي للرب بإيمان وتوبة حقيقية، من يؤمن به له حياة أبدية. سفر الرؤيا شفنا فيه أمجاد عظيمة جدا هيتمتع بيها المؤمنين مع السماء، في السماء مع الرب. آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا هكون مع المسيح في الفردوس،
كل المواعيد دي اعتقد انه بالاولى كثيرا احنا تتخلع قلوبنا من الارض، ومهما كانت الارض بتتلألأ حوالينا وبتغرينا وبتلمع، لازم نقول مع الرسول يوحنا العالم يمضي وشهوته. هو بيمضي دلوقتي، هو الحقيقة انه بيمضي، واللي يبص ويراجع العالم يلاقي فعلا اللي كان ليه قيمة كبيرة قوي امبارح النهاردة بلا قيمة، وهو في طريقه للزوال. فأرجو ان الرب كلنا يعلق قلوبنا بالسماء زي ما كانوا الناس دول اللي كان عندهم اقل مننا كتير لكن كانت قلوبهم متعلقة بالسماء. قروا انهم غرباء ونزلاء. التعبير ده في العهد الجديد اتكرر مرتين، مرة في رسالة بطرس الاولى 2، والمرة الثانية في عبرانيين 11. العجيب بقى لما يجي يكلم بولس يكلم الامم يقول لهم لسنا بعد غرباء ونزلا، لستم بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين. لان الامم لما كان يآمن بإله اسرائيل كان يصبح من الغرباء والنزلاء، يعني مواطن درجة تانية. لكن في الرسالتين الموجهين لليهود اللي هم ليهم الأرض، في المرتين يقول إن المؤمن غريب ونزيد، هنا يقول إن أبطال الإيمان غرباء ونزلة، وفي بطرس الأولى أطلب إليكم كغرباء ونزلة. بالإضافة للي قلت يا دكتور فايز بخصوص غرباء ونزلة، عايز أقول إن غرباء ونزلة عكس تائه وهارب اللي قالها قايين. قايين قال أنا تائه وهارب. تائه يعني مش عارف لبيت، هارب مش عايز ارجع البيت لان انا هربان من البيت. المؤمن مش تائه وهارب، المؤمن عاوز يروح البيت وعارف السكه للبيت، بس حاليا احنا غرباء ونزلاء، احنا مش من هنا ومش مطولين هنا، وده امر يملى القلب بالفرح والسعاده. بيلفت نظر التعبير لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى إلههم، عشان كده بتتكرر مرات كتيرة في الكتاب المقدس أنا إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق، وكان الرب يعني فرحان وهو بيرتبط بيهم وبيربطهم بنفسه. بينما ما قرتش ولا مرة أن أنا إله لوط، بالرغم أن لوط كان ابن لله وكان مؤمن وذكر عنه في العهد الجديد أنه بار، لكن للأسف لأنه ما كان كانت مشغوليته بالأرض وما تصرفش باعتباره غريب ونزيل، وكانت يعني بيبتغي وطنا أرضيا في سدوم وعمورة، فكان الرب يستحي أن يدعو نفسه أنا إله لوط. حتى لما زار إبراهيم وعمل زيارة في شرق، يعني دخل في شركة مع إبراهيم في سفر التكوين أصح 18 ومعاه الملكين، نقرأ أنه صرف الملكين واستمر في علاقة وشركة مع إبراهيم، والملكين هم اللي راحوا للوط، لكن الرب ما راحش في زيارة للوط، وكأن الرب إنجاز التعبير يستحي أن يدعو نفسه أنا إله لوط. كأن الرب أب بيفتخر بأبناء وفي أبناء تانية حالتهم تكسف، فممكن يستحي أنه يدعى إلها. أعد لهم مدينة. في الحقيقة في ذهني أربع آيات. جهنم عدها ربنا لمين؟ مش للإنسان خالص، أعدها لإبليس وملائكته. الناس هتروحها قبل إبليس، لكن هي مش معدة للناس. الله ما عدش جهنم للناس. كلمة تانية في دينونة الأحياء، رث الملك رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. دول بقية أرضية هتاخد الأرض، الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. في حاجة تانية، الناس السماويين اللي عاشوا على الأرض غرباء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وباقي قديس العهد القديم، أعد لهم مدينة، والمدينة دي بيقول عنها التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. المهندس المنفذ والمهندس المخطط هو الله بنفسه. طب أمال إحنا لينا إيه؟ جهنم؟ لا مش بتاعتنا. طب الأرض؟ لا الحمد لله مش بتاعتنا. طب المدينة؟ إحنا هنكون في المدينة بس مش دي المعدة لنا. لكن يقول لنا في يوحنا 14 المسيح في بيت أبي منازل كثيرة، أنا أمضي لأعد لكم مكان. ده امتياز الكنيسة الخصوصي الذي لا يشارك فيها أي حد أبدا، باعتبارنا عروس للمسيح، معد لنا مكان في بيت الآب، الذي المكان غير المخلوق والذي لا يدخله المخلوق. أعد لنا المسيح عندما دخل كالعريس وكرأس الجسد، أعد المكان لنا وقريب حيجي ياخدنا إليه. المدينة التي لها الأساسات.
بالإيمان عاش إبراهيم غريباً في هذه الأرض، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. كان يتطلع إلى البركة التي أعدها الله لشعبه. كان محاطاً بمدن الناس والتي ليس لها أساسات عادلة، ولهذا فإنه محكوم عليها بالخراب. كان إبراهيم يتطلع إلى مدينة الله التي أساسها البر والتي لا تتزعزع. ونعلم من عبرانيين الأصحاح 11 والإصحاح 12 أنها مدينة الله الحي أورشليم السماوية. لقد اتخذ طريق الإيمان في نور العالم الآتي، واقتاده الإيمان إلى مدينة هي المدينة التي وكأن الله أطلعه على خارطتها، فتطلع إليها قلبه التي لها الأساسات، وليس نظير خيام الاغتراب بأوتادها وأطنابها التي صانعها المخطط لها الذي حدد أبعادها طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وبارئها الذي قام بالتنفيذ وانتقى موادها بنفسه الله. وهذه المدينة تشير إلى كل القديسين السماويين وإلى مسكنهم في العالم العتيد. والبركات الأرضية في الأيام الألفية ستقوم إدارتها من هذه المدينة، إذ ستسير الأمم في نورها. وإن كانت المدينة الأرضية تتكون من أناس أموات، ولهذا فإن مدنهم خاضعة مثل أصحابها للموت وللفساد، أما هذه المدينة فتستمد حياتها من الله الحي، ولهذا فهي لا تخضع لقوة الموت والفساد. إننا ننظر حولنا فإذا بؤس وفساد مدن الإنسان، ولكن بالإيمان نتطلع فنرى المدينة المجيدة التي لا تطأها أقدام شريرة. ويبدو بحسب الطبيعة أن المرء يقترف قمة الغباء إذا غض الطرف عن العالم المنظور لأجل العالم غير المنظور، ولكن الإيمان يتطلع إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. وعندما تستعلن تلك المدينة الجميلة بكل مجدها وبركاتها، المدينة التي ليس فيها حزن ولا صراخ ولا موت ولا ليل، عندئذ سيعرف كم كان إبراهيم مصيباً وحكيماً، وكذلك كل الذين اتبعوا خطواته كانوا حكماءً، إذ غاب عنهم مشهد هذا العالم الحاضر وصاروا كغرباء ونزلاً نحو مدينة الله. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. أخي مدحت، فضل لنا في الكلام عن إبراهيم أبو المؤمنين الأعداد من 17 إلى 19، أرجو أنك تلقي لنا الضوء عليه. الحقيقة الأعداد دي أخ عصام بتصور لنا مشهد من أروع المشاهد اللي ممكن نشوفها في الكتاب المقدس، وبتورينا موقف، يعني موقف من مواقف الإيمان الرائعة اللي ما وصلهاش إبراهيم بسهولة وما وصلهاش في بداية حياته. لكن لما نقرأ في سفر التكوين يقول: وحدث بعد هذه الأمور، أصحاح 22، أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك. والرد الفعل إبراهيم: فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه ومعه إسحاق. خلينا نتخيل المشهد ده. أب شيخ كبير جدا
بعد سنين طويلة من الانتظار جاله ابن، ومش أي ابن، ده ابن معاه وعد أكيد من الله إنه بإسحاق يدعى لك نسلا، وإنه في نسل إسحاق هتتبارك جميع قبائل الأرض. فجأة يجي تجربة، تجربة واضحة جدا، امتحان واضح جدا لإيمان إبراهيم. الرب كأنه يعني بيقول له أنا عارف كويس أنا بقول إيه، وعارف كويس مين هو إسحاق بالنسبة لك، ابنك وحيدك، مش إسماعيل، مش أي حد تاني، الذي تحبه إسحاق. أيوة بس إسحاق ده أنت مديهوني ووعدني من خلاله ببركات قد كده. والحقيقة أنه ده المنطق الطبيعي، يعني أي حد في مكانه كان هيفكر، كان هيتساءل، طب هو أنا سمعت صح؟ الكلام ده عكس متناقض، عكس بعضه، بس لأنه كان متأكد أن ده صوت الله. أنا بتخيل أنه الإيمان لحقه على طول، لحقه على طول. أيوة أنا إزاي جالي إسحاق؟ ده إسحاق جالي وأنا ميت ومراتي ميتة، وأنا ما عنديش قدرة على إنشاء نسل، ولا هي كان عندها قدرة على إنشاء نسل. يبقى هو كأنه إداني حياة من موت، إداني حياة أنا ومراتي، وإحنا الاتنين ما ينفعش أساسا ننشئ نسل. يبقى اللي عمل كده ده يقدر يقوم اللي أنا حقتله، اللي أنا حموته بإيدي. ويقول كده الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، وعدد 19 يورينا شكل أفكار إبراهيم وهو ماشي. حقيقة أنا بتخيل مشاعره وهو ماشي، والصراع الرهيب اللي كان فيه، كانتش حاجة سهلة أبدا، برغم من الإيمان وبالرغم من معية الله ومن صوت الله الواضح، لكن أكيد كانت حاجة صعبة جدا على أي أب، وأعتقد أنه أي أب يعرف كويس قوي الكلام اللي احنا بنتكلم عنه. مشاعر رهيبة جدا، لكنه حسب أن الله قادرا على الإقامة من الأموات، الذين منهم، كانت مكافأة هذا الإيمان، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. من كأنه الرب قال له أنا هقومهولك، بس مش خليك تكتاس في تجربة إنك تموته وبعدين يقوم، لكن أنا هخليك تاخده في مثال للرب يسوع اللي قام من الأموات. كلمة مجرب طبعا لازم يتحط تحتيها كذا خط، لأن الناس بتتصور إن إبراهيم أعصابه متينة قوي شديد، فالراجل يعني بقوة قدم ابنه، لكن أعتقد إن كان السكينة بتذبح في قلبه وهو رايح يقدم ابنه. أنا أفتكر إن أيوب لما الرب أخذ منه ثروته وبعدين أخذ ولاده كلهم، طبعا أيوب أظهر يعني موقف في منتهى الروعة والجمال، قال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركة. لكن تجربة إبراهيم يعني النار الأتون محمى 7 أضعاف، لأن كأن الرب بيقول له يا إبراهيم أنا عايز أخد ابنك، قال له خده يا رب، يقول له أنا مش عايز أخده، لكن أنا عايزك أنت تدهوني بإيدك. طب ما تاخده أنت يا رب، ليه تدخلني في الموضوع ده، ليه أنا يعني صعب، خده وأنت عندك كذا طريقة تاخده بيه، يقول له أنا عايزك ادهوني أنت مذبوحا بيدك. فبكر إبراهيم صباحا. أنا أفتكر قصة قريتها عن فتاة كانت بتتعالج في مستشفى للعيون ومهددة بفقد بصرها، واحد خدام الرب بيزورها، فهي بأسى بتقول له يعني إن الرب هياخد بصري، فهو الخادم رفع قلبه وصلى، وبعدين قال لها ما تخليش ربنا ياخد بصرك. قالت له ما أعمل إيه؟ قال لها ادهوله أنت عطاء. قالت له مش فاهمة، قال لها يعني أنت بطيب خاطر وقولوا له يا رب ساعدني علشان أنا يعني ما بقاش متذمرة ولا بأن ولا بشكي وأحس بالأسى، لكن بطيب خاطر يا اللي عطتني حياتك أدي لك حتى أغلى ما عندي، حتى أدي لك نور عينيا. فإبراهيم أعتقد أن لو ربنا قال له ديني نور عينيك كان أسهل من أنه يقول له أديني ابنك. لا، ولو ما بيطلبوا منه قال له ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. إسحاق عشان كمان إيه بس ما بقاش مفصل موضوع، وهنا يحط لنا في العبرانيين الذي قابل فيه المواعيد، يعني عايز يقول انه ده مش بيسخن النار تحت في الاتون. يعني نقدر نشوف ان ابراهيم في حياته ضحى بثلاث تضحيات تصاعديه. التضحيه الاولى عندما قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، وكان ابراهيم هو المهاجر الاول. وفي الحقيقة إلى الآن في ناس لما بتعرف المسيح بتضطر تتخلى عن عشيرتها وعن بيت أبيها، وقد إحنا بنعرف قد إيه هذا الأمر
بيبقى مرتبط بيه صعوبات، أمر مش سهل. كان أول من عمل ذلك وضحى بالأهل والعشيرة وبيت الأب كان أبو المؤمنين المحترم إبراهيم. لكن واحد قال رغم أن هذا صعب لكنه أسهل من اللي جاي. اللي جاي قال له أطرد الجارية وابنها، بس يا رب ده ابنها هو ابني، ده أول واحد قال لي يا بابا، ده أنا يمكن الناس كعادة أيامنا يمكن بينادوني يا أبو إسماعيل. قال له معلش نفذ الكلام لأن ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة. والكتاب يقول لنا أنه مرة تاني بيطيع، زي ما لما دعي أطاع أن يخرج برضو أطاع في إسماعيل. المرة دي بقى بيقول له مش أبوك ولا ابنك إسماعيل لكن ابنك الذي تحبه إسحاق. فبكر إبراهيم صباحا. نقدر نقول لما ضحى ببيت أبيه يعني خسر الماضي، ضحى بالماضي. ولما قدم أو ضحى بإسماعيل ضحى بالحاضر، لكن عندما ضحى بإسحاق ضحى بالمستقبل، وده أصعب شيء لأنه هو الذي قبل المواعيد فيه، إذ قيل له بإسحاق يدعى لك نسل. إبراهيم أنت هتبقى عندك نسل زي نجوم السماء. من إسماعيل قال له لا، أن هتبقى نسلك من إسحاق. وبعدين دلوقتي بتقول لي قدم إسحاق، يعني سيخسر المستقبل. في الحقيقة هو ما خسرش حاجة، ولا يمكن أن تقدم لله شيئا وتخسر شيء. واحد قال آدم قدم ضلع على الله، هو ما قدمهاش، اتخذت منه بس رجع له زوجة. الله إذا أخذ شيئا صغيرا يعيد لك أضعاف ما أخذ. ما خدش حاجة من إبراهيم، كل اللي عند الله أدى لإبراهيم، وإبراهيم لم يخسر شيء لكنه كسب شهادة الله وإنه بقي خليل الله. حسابات الإيمان جميلة. أنا شايف إبراهيم هنا بيحسبها صح، يعني مش مغمض عينيه وتبقى وهتبحها وحاجة زي ده، حسبها. الله اداني بين مواعيد، مستحيل الله يرجع في كلامه، ده الإيمان يقول كده إن الله قدام قال حاجة مش هيرجع فيها. صحيح. طب هياخده إزاي ولا هيحصل في إيه؟ حسب الحسبة اللي كان بيقولها الأخ مدحت من شوية، إن الله يقدر يعمل حاجة فوق المستحيل. واحدة من الحاجات المستحيلة ديت ما كانش في واحد مقام من الأموات لحد هذه اللحظة، يعني ما شاهدهاش ولا سمع عنها إبراهيم، لكن حسبته الإيمان يخلي الواحد يحسب ويبقى متقدم حتى عن زمنه وعن مستوى إيمان الآخرين. طول ما أنا إيماني بالله الحي، حسابات الإيمان في حياة الواحد بتخلي الواحد يحسبها صح. عايز أقول إن الامتحان اللي قدامنا دوت ما دخلوش إبراهيم غير بعد ما بقى وصل لمستوى إنه حينجح في الامتحان، يعني بعد هذه الأمور امتحن الله إبراهيم. احنا نشوف إبراهيم قبل كده في تكوين 12 وتكوين 20 بيقع في موقفين يدلوا على إنه لسه كان يعني إيمانه لم يصل إلى هذا المستوى. مرتين، مرة نزل لأرض مصر، ومرة لما راح عند أبي مالك يخاف على نفسه وينسى إنه له إله قدير يقدر يعينه ويقدر يدافع عنه وعن مراته في أي مكان، ويقول عن سارة أخته مش مراته. في المرتين كانت هتتاخد سارة، وفي المرتين اللي ينقذه هو الرب ويدافع عنه ويكرمه قدام اللي كان نازل عنده. لما وصل لمستوى من الإيمان اللي يمكنه من النجاح في الامتحان بتفوق، امتحن الرب إبراهيم. ودي حاجة جميلة في إلهنا، لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، فوق ما نستطيع أن نحتمل، مستحيل، ومع التجربة يعطينا المنفذ. ودي النقطة التانية اللي عايز أتكلم عليها. كأن الرب مهنش عليه، كان ممكن الرب فعلا يسيبه يذبح إسحاق ويقوم إسحاق بكل بساطة، دي ما كانتش صعبة على الرب، لكن كأن الرب مهنش عليه إنه يجتاز في هذا الأمر الصعب. كانت هتفضل ذكرى مؤلمة وهو بيذبح ابنه، ولو إنه ياخده بعد كده قايم من الأموات، لكن الله نفسه نسمع عنه ويتقال عنه لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. اجتاز الرب يسوع في الموت، ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. فاللي مهنش عليه إنه إبراهيم يعدي فيه، هو في محبته ونعمته عدى فيه لأجلنا. أنا لا أنسى مقولة قالها واحد من رجال الله، لماذا تصدقون أن إبراهيم يقدم ابنه الوحيد حبا لله، ولا تصدقون أن الله قدم ابنه الوحيد حبا للبشرية؟
أيهما ينبغي أن يكون متقدما، إبراهيم يسبق الله ولا مفروض أن الله يسبق كل البشر؟ ففعلا في ملء الزمان لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. حاجة كمان أحب أضيفها، أنت حضرتك قلت أنه امتحن الله إبراهيم وأخذ الشهادة لما يقول له بذاتي أقسمت يقول الرب من أجل أنك سمعت القولي أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا. ويشرح حالنا بعد كده في غلطية 3:16 بيقول أن ربنا وعد أنه حيتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. نسلك لما نقراها في تكوين 22 نقول يمكن يقصد أو الأرجح يقصد إسحاق. لما يشرح حالنا الرسول بولس في غلطية 3:16 يقول لا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين بل واحد الذي هو المسيح في نسلك المسيح. فالمسيح في كل البشر، كل البشرية، كل العالم تتبارك في المسيح. بمجرد أن انتهى غرض التجربة في قصة إبراهيم انتهى كل أثار هذه التجربة وصدرت هذه الشهادة الرائعة عن إيمان إبراهيم. ربما تمر عزيزي المشاهد بظروف صعبة، ما بالك إذا كان الله يريد أن يعيدك إليه بهذه الظروف أو ينقل إيمانك نقلة لقدام. تعال إليه واقبل تعاملاته معه واقترب منه وهو على استعداد أن يفعل في حياتك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. أشكركم من أجل وقتكم في الاستوديو واستودعك عزيزي المشاهد لنعمة الله، على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب والرب معك.